قامت مراقبة عمليات الكهرباء بإعداد خطة تشمل حزمة من المشاريع المتعلقة بأعمال الصيانة الكهربائية داخل نطاق اختصاص عمليات الكهرباء بالمناطق الصناعية والسكنية الأولى والثانية وكذلك الحقول. وباشرت فرق الصيانة التابعة لعمليات الكهرباء في تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع سواء كانت في المنطقة الأولى أو المنطقة الثانية أو بالحقول. ونحن هنا اليوم لنسلط الضوء على المشاريع المتعلقة بمجموعة صيانة الضغط العالي بالمنطقة الثانية حيث تمت هذه المجموعة بإنجاز مجموعة من المشاريع المقترحة من ضمنها مشروع تركيب مولد كهربائي احتياطي لسلطة الطعام واللي كان هذا المشروع بإشراف مباشر من قبل مجموعة الهندسة الكهربائية وتنفيذ مجموعة صيانة الضغط العالي بالمنطقة الثانية. كذلك من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة الثانية هو مشروع تركيب ديستريبيوشن بالن للوحات توزيع كهربية خاصة بالتجمع السكني للعزاب عدد 8 صناديق توزيع بالتعاون مع إدارة الخدمات في الأعمال المدنية. وأيضا من ضمن المشاريع الحيوية اللي تم تنفيذها هو المشروع اللي واقفين حذاه الآن ومشروع إنشاء إنارة الطريق المقابل لسلطة الطعام في المنطقة الثانية تركيب عدد 15 عمود إنارة مزدوج. وتم تنفيذ هذا العمل من قبل مجموعة صيانة الضغط العالي بمنطقة الثانية وبإشراف مباشر من سيد مشرف مجموعة الضغط العالي بمنطقة الثانية سيد موسى حدور اللي كان له دور بصراحة كبير جدا في التواصل مع جميع أقسام الشركة لتذليل الصهاب. والحمد لله وصل نسبة إنجاز هذا المشروع نسبة 99%. وأيضا من المشاريع المقترحة في نطاق المنطقة الثانية هو تركيب مولد كهربائي احتياطي جديد للمبنى الإداري بالمنطقة الثانية اللي هو المبنى اللي يحوي جل الإجراءات الإدارية الخاصة بالمستخدمين. فكان التعاون مع إدارة إنتاج بتوفير مولد الكهرباء الاحتياطي فنشكرهم من هذا المنطلق على هذه البادرة الجيدة في إطار التعاون بين إدارات الشركة. كذلك من ضمن المشاريع المقترحة أيضا هو تركيب إنارة كاملة لمصانع الأمونيا والأكسجين داخل المنطقة السكنية، هذا فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالمنطقة الثانية.